حياكم الله في زوارة اليوم. اليوم راح أتكلم عن موضوع نوعا ما حساس بس نحاول نصيغه بطريقة جميلة كثر ما نقدر، اللي هو في بعض الأيام أو في بعض المرات في ناس تدخل مرضى المستشفى من أهلها من قرايبها أو نفس المرضى نفسهم، تلقى بعد فترة نقولها بالكويتي العامي يوم يومين يتكلم حق الناس اللي دور مداره، والله الدكاترة مو عارفين إيش قاعد يسوون، والله قاعد يجربون فيه علاجات، والله ما يدرون شنو فيه بالتشخيص، وهذا الكلام أكيد كلكم تسمعونه. فهل هذا الكلام صحيح أم غير صحيح؟ شنو رأينا إحنا كأطباء من هالكلام؟ شنو إحنا يعكس علينا كأطباء؟ طبعاً نتكلم بشكل عام، إحنا نتكلم عن الطب الباطني، الطب التشخيصي. لو تلاحظ أن لو تسأل معظم أطباء الباطنية اللي عندنا ليش اخترت الطب الباطني، معظمهم راح يقولوا لك حبا فينا للتشخيص، حبا فينا للبحث عن سبب المشاكل المرضية عند المريض. فنقدر نقسم الحالات بشكل عام اللي نتعامل فيهم بالمستشفى إلى قسمين. في قسم أول لما يجي المريض المستشفى، طبعا طرق التشخيص تنقسم إلى عدة أقسام. أول خطوة هو التاريخ المرضي، لما يجيك الطبيب ويسألك أسئلة عن أعراضك وعن مشاكلك، هو يبحث عن سبب المشكلة، يبحث عن أمور أخرى متعلقة في المشكلة. بعد ما يأخذ منك التاريخ المرضي، الخطوة الثانية اللي هي الفحص السريري الكلينيكي، ومن بعدها ممكن يطلب تحاليل الدم وبعض الأشعات، وممكن أيضا يحتاج بعض الإجراءات مثل المنظار أو مثلا خزعات أو عينات يأخذها من المريض للوصول إلى بر الأمان والوصول إلى التشخيص. طبعا أنت ممكن توصل إلى هذا التشخيص في أي خطوة من هذه الخطوات، لكن في بعض المرات المريض يدخل عندك المستشفى من أول دقائق أو من أول قول ساعة الفريق الطبي وصل إلى التشخيص، والتشخيص جدا واضح من الـ من الـ من الامور اللي احنا تكلمنا عنها، ويدخل المستشفى او انه يطلع المريض خارج المستشفى والعلاج، ياخذ كورس العلاج والامور طيبه. وفي قسم ثاني من المرضى المريض يحتاج وقت للوصول الى التشخيص. المريض جانا باعراض المستشفى، خذنا منه التاريخ المرضي، فحصناه كلينيكيا، خذنا تحاليل الدم الاوليه والاشعاعات اللي نحتاجها، لكن التشخيص لحد الان ما كان واضح. ليس تقصيرا من الطبيب أو تقصيرا من علم الطبيب، لكن أنت تحتاج وقت أكثر للوصول إلى التشخيص الصحيح 100% عشان لا تظلم المريض معك. فبداية دائما الأطباء يحطون أكثر من تشخيص، والطبيب الآمن أو احنا نسميه safe physician أو الطبيب اللي يعمل بطريقة آمنة دائما يحط لك التشخيص الخطر أو اللي ممكن يؤذي المريض مباشرة، يحطه في أوائل التشخيصات اللي عنده ويبدي يشتغل على هذه التشخيصات. لما نقول يبدي يشتغل، ممكن يعالج التشخيص، يعني ممكن يبدي علاج مبدئي إذا تأكد أو أنه كان عنده فكرة أنه ما راح يؤذي المريض، عشان لا إذا كان هذا التشخيص صحيح يؤذيه في المستقبل. فتلقى الطبيب يبدي العلاجات أو يعمل على الفحوصات، فيحتاج يوم يومين أو ثلاث للوصول للتشخيص النهائي ويعطي المريض هذا التشخيص. فاللي حاب أقوله أو أنه نطلع منه في زوارتنا اليوم، أنه لازم نعطي فرصة لبعض المرضى وقت للوصول إلى التشخيص الصحيح. في بعض المرات التشخيص يحتاج وقت، يوم يومين ثلاث. هناك تشخيصات، يعني عندنا مرضى ممكن يجونا بسخونة لمدة أسابيع والتشخيص مو واضح، وجميع الفحوصات وجميع الأمور والأشعاعات، فنحتاج وقت إلى التشخيص. عشان نوخر هذا اللبس أو نطلع من الموضوع بشكل مضبوط، دائما ناقش طبيبك في الخطة العلاجية. طبعا هذا من واجب الطبيب أيضا أنه يكلم المريض ويعطيه كل التفاصيل. فمن الأمور المهمة أنك أنت دائما لازم تسأل الطبيب عن حالتك وتفاصيل حالتك، وتناقش الطبيب في الخطة العلاجية عشان لا تدخل في مشاكل أو أنك أنت ما تكون فاهم الحالة. يعطيكم العافية.